الجزء الأول. من الصعب أن تواظب على روتين صباحي ناجح إذا كنت تستيقظ من النوم مجهدا. يحتاج معظم الناس إلى 8 ساعات من النوم الجيد ليتمكنوا من العمل بشكل فعال خلال اليوم التالي. إذا ناموا أقل من 8 ساعات فإنهم يشعرون بالخمول والنعاس ويفتقرون إلى التركيز والتحفيز، وبالتالي فهم يميلون إلى الضغط على زر غفوة سنوز للعودة للنوم مجددا، بدلا من الخروج من السرير ومتابعة روتينهم استعدادا ليومهم. سيوضح لك الجزء الأول كيف تحصل على نوم هادئ كل ليلة لتأخذ كفايتك من النوم. ليس هناك سر كما سترى، الأمر يتعلق غالبا بالتخطيط المسبق. سنتحدث أيضا عن فوائد الاستيقاظ مبكرا، ونناقش إذا كان القيام بذلك ضروريا. الجزء الثاني هو مربط الفرس كما يقولون. في الجزء الثاني سأضع خطة مكونة من 10 خطوات لابتكار روتين صباحي شخصي. ستتعلم كيف تخلق روتينا يحدد نواياك يساعدك على تحقيق أهدافك اليومية. سأشرح كل خطوة بالتفصيل حتى لا أترك شيئا للصدفة. ففي رأيي إن الروتين الصباحي مفيد جدا إلى الحد الذي يحسن فيه حياتك. سيرشدك هذا الجزء في عملية ابتكار روتيني صباحي مصمم خصيصا لك. الجزء الثالث، إن التحديات والعثرات لا مفر منها، ففي الواقع هذا أمر مقدر له الحدوث عندما تتبنى عادة جديدة. في الجزء الثالث سنتناول التحديات الأكثر شيوعا التي يواجهها الأشخاص عند بدء تنفيذ روتينهم الصباحي. من المحتمل أن تواجه بعضا من تلك المشكلات التي تم تناولها في هذا القسم من كتاب صباح استثنائي كل يوم، ولكن الاستعداد المسبق ضروري، وسأوضح لك كيف تتغلب على تلك التحديات حتى تتمكن من تحقيق أقصى استفادة من روتينك الصباحي وإعداد نفسك ليوم ناجح. الجزء الرابع، إن من أفضل الطرق لتحفيز أنفسنا على اتخاذ خطوات للقيام بعمل ما هي مراقبة كيف يستفيد الآخرون من اتخاذ الخطوات نفسها. فالتعرف على الروتين الصباحي الذي اتبعه الآخرون ودراسة كيف يساعدهم ذلك الروتين على تحقيق أهدافهم اليومية ومدى تأثيره على حياتهم وعملهم سيحفزك ذلك على خلق طقوسك الصباحية الخاصة. يوضح الجزء الرابع أفضل عادات صباحية يتبعها 10 شخصيات ناجحة. لا شك أنك سمعت عن الكثير منهم، فتلك القائمة تشمل رجال أعمال ومتحدثين تحفيزيين ومستثمرين رأسماليين ورسام كاريكاتير مشهور. ستتعرف على الأنشطة التي يمارسونها كل صباح بالإضافة إلى أسباب قيامهم بذلك. لتأخذ الخطوة الأولى من الآن وحتى ما تبقى من عمرك، أتمنى أن تكون متحمسا للاطلاع على محتوى كتاب صباح استثنائي كل يوم كما كنت متحمسا لكتابته. أثرت النصائح والاستراتيجيات المذكورة في هذا الكتاب تأثيرا عميقا وملحوظا في حياتي. إذا قمت بتنفيذ تلك النصائح فأنا على ثقة من أنه سيكون لها تأثير مماثل عليك. في القسم التالي سأوضح لك كيف تحقق أكبر استفادة من النصائح الواردة في هذا الكتاب. تقاس قيمة صباح استثنائي كل يوم بمدى تأثيره على حياتك، ولذلك أتمنى أن يصبح هذا الكتاب أحد المراجع الأكثر إلهاما وتأثيرا في حياتك. كيف يساعدك هذا الكتاب على تحسين حياتك للأفضل؟ عندما يتعلق الأمر بتبني عادات جديدة فإن العمل دائما يتفوق على النية. كم مرة خططت لفعل شيء ما لكنك فشلت في تنفيذ تلك الخطط؟ كم مرة قرأت كتابا مفيدا وقررت أن تطبق المعلومات التي قرأتها لكنك أهملت القيام بذلك؟ أنت لست وحدك، فأنا أيضا أرتكب هذا الخطأ، وكذلك يفعل معظم الناس. إن قراءة الكتاب سهلة، لكن فكرة اتخاذ قرارات وإحداث تغييرات مبنية على نصائح تقدمها الكتب تتطلب مزيدا من الجهد لتطبيقها. فقد يجد البعض أن فكرة ألا يغير شيئا على الإطلاق مغرية حتى لو كانوا واثقين أن النصائح ستحسن حياتهم للأفضل.
أتمنى ألا تقرأ فقط كتاب صباح استثنائي كل يوم، بل أن تتصرف أيضا وفقا للنصائح التي يقدمها. هذه هي الطريقة الوحيدة للاستفادة من فوائد تدوم مدى الحياة. الهدف من وراء كتابي صباح استثنائي كل يوم هو إحداث التغيير من خلال تقديم نصائح واستراتيجيات لتحويل صباحك إلى فترات فائقة الإنتاجية تساعدك على الوصول لأهدافك اليومية. إليك ما أقترح عليك فعله للحصول على أقصى قيمة من هذا الكتاب. أولاً، حدد سبب رغبتك في تغيير روتينك الصباحي الحالي. من المفترض أنك تعتقد أن القيام بذلك سيؤدي إلى فوائد ستجعل مجهودك مجدياً. حدد تلك الفوائد وكن محدداً. ثانياً، لا تفكر في هذا الكتاب على أنه محاضرة، فكر في الأمر على أنه محادثة. على الرغم من أننا لا نتحدث مع بعضنا كما قد نتحدث أثناء تناول القهوة، لكنه هذا لا يزال حوارا. قد تتفق مع بعض النقاط التي أثيرها وتختلف مع بعض النقاط الأخرى، هذا طبيعي جدا. الشيء المهم هو أنك مهتم بالمحتوى بما يكفي لتأخذ خطوة. ثالثا، قم بتدوين الملاحظات. اكتب الأفكار التي لها مردود شخصي عليك أو سجلها عبر الإنترنت باستخدام موقع إيفرنوت، ثم ارجع إلى ملاحظاتك لاحقاً لتذكر نفسك بالمقاطع التي وجدتها مفيدة أو مثيرة للتفكير. رابعاً، قم بتطبيق النصيحة المقدمة في كتاب صباح استثنائي كل يوم. فمثلاً، في الجزء الثاني أقدم لك خطة مكونة من 10 خطوات لوضع روتين صباحي جيد يدعم أهدافك. لا تقرأ الخطوات 10 فقط، بل نفذها. خامساً، قم بمراجعة ملاحظاتك بشكل دوري، وأعد قراءة فقرات محددة. لماذا؟ لأنك ستنسى الكثير مما تقرأه. هذا يحدث لنا جميعاً. عندما تراجع ملاحظاتك وتعيد قراءة فقراتك المفضلة، فإنك بذلك تحفظها في ذاكرتك، وهذا جزء مهم من عملية التعلم. سادساً، شارك هذه المعلومات مع شخص تعرفه. هذه طريقة بالغة الفاعلية لتعلم المواد الجديدة التي تحتاجها لتعلم نفسك. قال الفيلسوف والكاتب الروماني سينيكا: عندما نعلم نتعلم. وهذا ما يسمى تأثير بروتيكي. إذا قمت بهذه الخطوات 6، فأنا على ثقة من أن هذا الكتاب سيكون له تأثير عظيم على حياتك، لكن الأمر متروك لك تماما. كما أشرت في كتب الأخرى، أنت قبطان سفينتك، أنت تحدد وجهتك وتختار المسار للوصول إليها. ولكن إذا كنت منفتحا على الاقتراحات، فأنا أوصي بشدة بتنفيذ تلك الخطوات 6. الآن دعونا نشمر عن سواعدنا ونتعمق في الكنوز القيمة. سنبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على تأثير النوم في قدرتك على الالتزام بروتين صباحي جيد. الجزء الأول، كيف تهيئ الظروف لصباح ناجح؟ قدرتك على المواظبة على روتينك الصباحي يوما بعد يوم ستتأثر بطبيعة نومك في ساعات الليل. إذا كنت تنام جيدا فستكون أكثر ميلا إلى الالتزام بطقوسك الصباحية. إذا كان نومك سيئا ستسرع للضغط على زر الغفوة لتبقى تحت الغطاء. لهذا السبب من المهم أن تخطط لأمسياتك لتساعدك على النوم الجيد. هذا ما سنعطيه في الجزء الأول من صباح استثنائي كل يوم. سنتحدث عن دور النوم الهادئ بالإضافة إلى التكتيكات التي ستضمن لك نوما جيدا ليلة بعد ليلة. سنتناول أيضا ما إذا كان من الضروري أن تكون مستيقظا باكرا، وسنعرض عليك بعض الأسباب التي قد تشجعك لتستيقظ باكرا. دور النوم الهادئ: أن تذهب للنوم في ميعاد مناسب هو أمر مهم، ولكنه لا يعد كافيا، فجودة النوم تعد أمرا هاما للغاية. فكم من مرة ذهبت للنوم في وقت مناسب ولكنك استيقظت وأنت متعب؟ يشير ذلك إلى أنك لم تمر بكل مراحل النوم، سنتحدث عنها لاحقا. ستتولى مدى جودة نومك تحديد كيف يكون شعورك في اليوم التالي.
فهي التي ستحدد إلى أي مدى سوف تستيقظ وأنت تشعر بالنشاط، كما أنها سوف تؤثر على مستوى إبداعك وإنتاجيتك وصحتك البدنية أيضا. النوم الهادئ عادة مهمة جدا إذا كنت ترغب في اكتساب عادة جديدة مثل روتين الصباح الهادف. كما ذكرت، إذا فشلت في الحصول على قسط كاف من الراحة في الليل، لن تكون لديك الرغبة في ممارسة روتينك. بدلا من ذلك، ستحاول الوصول إلى زر الغفوة. عندما تسحب نفسك أخيرا من السرير، ستترنح بخمول إلى أن تضطر للإسراع كي تصل في الموعد إلى المكان الذي تريده. قد وجدت أن هذا هو الحال في حياتي الخاصة. أعتدت أن أنام في منتصف الليل كل ليلة، وأن أستيقظ الساعة 4 صباحا كل صباح. كنت قادرا على إنجاز العمل لمجرد أنني استيقظت مبكرا وشحنت طاقتي بتناول القهوة. وبالرغم من ذلك، تأثرت إنتاجيتي بالسلب، وبالمثل تأثرت جودة عملي. لم أحصل على قسط كاف من النوم. كانت القهوة هي الشيء الوحيد الذي يجعلني أستمر، لكنها كانت البديل الأسوأ لبال مرتاح. وبالتالي كنت أضيع الوقت الذي كان من الأفضل قضاؤه في النوم. وبما أنني تمكنت من الحصول على قدر أكبر من المعرفة، ما زلت أستيقظ مبكرا، لكني أذهب إلى الفراش مبكرا للتأكد من أنني أحصل على قسط كاف من النوم. كيف تسير مراحل النوم؟ ولماذا تعد مهمة؟ لم يعرف مصطلح جودة النوم بشكل جيد إلى يومنا هذا. يختلف الباحثون فيما يتعلق بما يعتبر في الواقع نوما جيدا، ولكن لأغراض عملية يمكننا وضع بعض الافتراضات بناء على ما تعلمناه عن المخ. نعلم أن المخ يمر بأربع مراحل أثناء النوم، وفيما يلي ملخص موجز لهذه المراحل. المرحلة الأولى نوم خفيف يمكن مقاطعته بسهولة. المرحلة الثانية مرحلة نوم أعمق. المرحلة الثالثة أعمق مراحل النوم، أنت غير مدرك إلى حد كبير لما يحدث حولك. المرحلة الرابعة نوم حركة العين السريعة، ويكون نشاط المخ في أعلى نقطة له خلال هذه المرحلة، وكثيرا ما تحدث الأحلام في هذه المرحلة. ملحوظة: اعتاد خبراء النوم على إبراز 5 مراحل مميزة من النوم. انتهت هذه الممارسة في عام 2008 عندما تم الجمع بين المرحلتين 3 والـ4 من النموذج المستخدم في ذلك الوقت. تستغرق كل دورة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الرابعة ما بين 90 و120 دقيقة. يمر المخ بدورات متعددة كل ليلة بالتناوب بين حركة العينين السريعة ونوم حركة العينين غير السريعة. وللشعور بالراحة التامة، يجب أن يمر المخ بجميع المراحل 4 دورة كاملة دون انقطاع. ويعتبر النموذج الأمثل للنوم هو المرور بدورات متعددة دون انقطاع. اكتشف العلماء أنه في بعض النواحي قد يكون النوم المتقطع أسوأ من عدم النوم على الإطلاق. تعتبر مرحلة نوم حركة العينين السريع مهمة للغاية، حيث إنها المرحلة التي يعالج بها دماغك المعلومات والذكريات. لها تأثير كبير على أداء عقلك خلال ساعات اليقظة. إذا كان نومك ينقطع بشكل روتيني قبل أن يصل عقلك إلى نوم حركة العينين السريعة، فمن المحتمل أن تواجه صعوبة في التركيز في اليوم التالي. أعترف أن المعلومات الواردة أعلاه دسمة بعض الشيء. أفضل التركيز على النصائح العملية والقابلة للتنفيذ، لكن في رأيي أن فهم مراحل النوم وتحسين جودته أمر بالغ الأهمية للقدرة على المواظبة على روتين صباحي جيد. يبدأ كل شيء عندما تحظى بنوم مريح ليلة بعد ليلة. بمجرد أن تفهم مراحل النوم، يمكنك أن تتخذ خطوات تضمن أن عقلك يحظى بنوم بجودة أعلى وأكثر راحة. في القسم التالي سأقدم لكم عددا من النصائح المفيدة لتحسين جودة نومك. 10 نصائح سريعة لضمان حصولك على نوم جيد في كل ليلة. إذا كنت تنام جيدا كل ليلة وتستيقظ كل صباح وأنت مرتاح تماما، يمكنك تخطي هذا القسم. ومع ذلك، إذا كنت تستيقظ بانتظام وأنت تشعر بالتعب أو الخمول أو الانفعال، فستستفيد من النصائح التالية. سوف تساعدك على تحسين مدى جودة نومك.
مما سيكون له تأثير إيجابي على بقية يومك. كيف ستستفيد؟ ستنام أسرع، سوف تتوقف عن التحديق بشكل مستمر في السقف وأنت محبط، ومن المرجح أن تستمتع براحة غير متقطعة. لا مزيد من الاستيقاظ عدة مرات طوال الليل، مما يؤدي إلى تعطيل دورة نومك، وستستيقظ وأنت تشعر بالانتعاش والاستعداد لبدء يومك. ستتوقف عن إجبار نفسك على ترك الفراش وأنت تشعر بأن قطاراً ما قام بدهسك في التو. طبق النصائح العشر التالية، وأنا واثق من أنك ستستيقظ وأنت تشعر بمزيد من الراحة والنشاط. 1. اذهب للنوم في نفس الوقت كل مساء. يحتوي جسمك على ساعة داخلية، غالباً ما يطلق عليها إيقاع الساعة البيولوجية، يشار إليها أحياناً بدورة النوم أو الاستيقاظ في الجسم. هذا هو سبب شعورك بالتعب في الليل والاستيقاظ أثناء النهار. تكون هذه الساعة الداخلية أكثر فاعلية عندما تذهب إلى النوم في نفس الوقت كل ليلة. إذا كانت أنماط نومك غير منتظمة، تذهب إلى الفراش في أوقات مختلفة على مدار الأسبوع، فإن هذه الساعة لا يمكنها أداء وظيفتها، والنتيجة هي أنك قد تواجه صعوبة في النوم بانتظام. حدد الوقت الذي تشعر فيه بالتعب عادة، التزم بالنوم في ذلك الوقت كل مساء. 2. توقف عن تناول الكافيين 6 ساعات قبل النوم. الكافيين منبه، يشرب الملايين من الناس القهوة على مدار اليوم، ولكن من المهم أن تدرك أن آثار الكافيين قد تستغرق ساعات حتى تزول. امنح نفسك 6 ساعات من الوقت الخالي من الكافيين قبل الذهاب إلى الفراش. على سبيل المثال، إذا كنت تذهب للنوم عادة في الساعات 10 مساء، توقف عن تناول الكافيين في الساعات 4 مساء. ضع في اعتبارك أن القهوة ليست السبب الوحيد، ويمكن العثور على الكافيين في ألواح الشوكولاتة والبروتي، بالإضافة إلى العديد من المشروبات الغازية والشاي، حتى إن هناك كمية صغيرة منها في القهوة منزوعة الكافيين. 3. اخلق بيئة ملائمة للنوم. هل الأضواء في غرفة نومك ساطعة بشكل صاخب؟ هل لديك منبه رقمي كبير بالقرب من سريرك؟ هل مرتبتك غير مريحة، مما يجعل من الصعب عليك النوم؟ يجب أن تكون غرفة نومك ملاذا بعيدا عن كل شيء يمكن أن يبقيك مستيقظا أو يزعج نومك. الخبر السار هو أنك تتحكم في تصميمها، لذا عليك أن تحدد إلى أي مدى تدعم تلك الغرفة قدرتك على النوم بسلام. إليك بعض الأفكار: خفف الأضواء، اجعل المنبه بعيدا عنك، استثمر نقودك في مرتبة ووسادة مريحة. إن كان لديك تلفزيون في غرفة نومك فقم بإبعاده. إذا تسبب الهواء الجاف في معاناتك من مشاكل في الجهاز التنفسي، فاستثمر نقودك في جهاز ضبط الرطوبة. استخدم الضوضاء البيضاء لإخفاء الأصوات المزعجة، الصنبور المتساقط، الجيران الصاخبون إلى آخره. إن كان كلبك يستيقظ أثناء وقت نومه بكثرة، فقم بإعداد سريره خارج غرفة نومك. 4. قم بإيقاف تشغيل الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة من النوم. نحن نستخدم الأجهزة في عدد لا يحصى من الطرق لتحسين حياتنا. على سبيل المثال، نتواصل مع الأصدقاء والأحباء من خلال الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، نبحث عن الوصفات لتخطيط وجبات لعائلاتنا، وندفع الفواتير، وندير استثماراتنا، كما نسجل برامجنا التلفزيونية المفضلة حتى نتمكن من الاستمتاع بها في أوقات فراغنا. لذلك يعتبر من الصعب تخيل الحياة بدون الأجهزة من حولنا، لكن في الوقت نفسه تسبب تلك الأجهزة بعينها في عرقلة قدرتك على النوم. إذا كنت تستخدم هاتفك أو جهازك اللوحي قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة، فلا تتفاجأ إذا شعرت بالاستيقاظ تماما عندما حان وقت إطفاء الأنوار. وجد الباحثون أن الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة يمكن أن يفسد إيقاعك اليومي. ضع أجهزتك جانبا قبل ساعة واحدة على الأقل من موعد النوم. 5. مارس التمارين الرياضية كل يوم.
لا يساعدك التمرين على النوم ليلا فحسب، بل يساعدك أيضا على الاستمتاع بنوم أفضل. وكلما زاد النشاط قوة زاد تأثيره على جودة النوم. وهذا لا يعني أنك بحاجة للذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية وممارسة التمارين الرياضية كل يوم، فيمكن أن يصنع المشي السريع لمدة 10 دقائق العجائب، لكن يكمن السر في القيام بذلك قبل ساعات قليلة من موعد النوم مع الاستمرار. قد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تلاحظ الفرق في جودة نومك، ولكن كن على ثقة من أن جودة نومك سوف تتحسن بالتدريج.